حديث الساعة. مواصلين معكم في حديث الساعة، ينضم لنا بالهاتف سي فوزي بن عبد الرحمن الوزير الأسبق والناشط السياسي، نحكيه على تشكيل ائتلاف مدني للدفاع على استقلالية السلطة القضائية. سي فوزي أهلا وسهلا بك. مسيكم بالخير الناس كل، شكرا على الاستضافة سي وليد. جزيل الشكر لك على قبول الدعوة. أنت من ضمن مجموعة من الشخصيات الوطنية الممضية على بيان تشكيل الائتلاف المدني هذايا، نذكر من الأسامي سي غازي جريبي، بشرى بالحاج حميدة، سناء بن عاشور، كمال الجندوبي، عفيف الجعيدي، كذلك خديجة الشريف، ليليا الرباعي، درة محفوظ، وسيلة الكعبي، سعيدة قراش، رامي الصالحي، عبد الرزاق مختار، وحيد فرشيشي، مجد مرابط، فوزي معلاوي، حاتم مراد، منى كريم، نايلة الزغلامي، منيا بن جميع، حفيظة شقير، سهير بالحسن، وليد العربي، جليلة بوزويتا، نوف الناصفي، ومهدي العش. هذوما كل شخصيات وطنية أمضات على بيان تشكيل هالائتلاف هذايا. شو الأهداف متاعه؟ ائتلاف مدني للدفاع على استقلالية السلطة القضائية. هو الهدف متاعه كما قلت سي وليد هو الدفاع عن استقلالية القضاء، مساندة القضاة في تحركاتهم، دفاع على الاستقلالية نتاعهم، هو خاصة زاد كيف كيف التصدي للخطاب التحريضي اللي موجود اليوم والموجه ضد النخب بصفة عامة وضد القضاة بصفة خاصة، هو تقديم تصورات زاد كيف كيف خايتها من إصلاح المنظومة القضائية، خاصة وأن الظرف اليوم اللي قاعدين نشهدوا فيه هو ظرف فيه نوع من الاستبداد بالرأي، الرأي الأحادي اللي ما فيه حتى تشاركية متاع 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 قرار في البلاد، وهذا السلطة القائمة اليوم اللي مثلها رئيس الدولة السيد قيس سعيد معتها ماشية في اتجاه غالطة تماما بالنسبة للعقد الاجتماعي اللي نجم يربط بيناتنا الناس الكل للعيش المشترك وللاختلاف في الرأي ولقبول الرأي المخالف إلى آخره. هذا الشيء هام جدا، ومن أهميات العقد الاجتماعي من أهم العناصر فيه هي المنظومة القضائية. أنا شخصيا كتبت الكثير على الموضوع هذا، لخيان اللي موجودين معنا في الائتلاف، اللي موجود في الموجودين في الائتلاف ناس يهمهم الشأن القضائي، ولذلك يلزمنا نعرفوا للناس اللي راهو المسألة القضائية ماهيش مسألة سهلة، وراهي ما تتعملش برأي أحادي متاع إنسان وحده، خاصة هالإنسان هذا أثبت اليوم بالتجربة أنه ما عندوش مشروع لإصلاح القضاء. هذا الشيء اللي نحبه نعملوه، هو تحركنا سلمي وتحرك في إطار القوانين المعمول بها، ولكن ضد هذه السلطة القائمة، السلطة الفردانية الاستبدادية. سي فوزي نحب نرجع معاك لنقطة الخطاب التحريضي وضرورة التصدي ليه. هي في الحقيقة السؤال مربوط بالتايمينج متاع إحداث اللجنة المدنية هذه، لأنه هالخطاب التحريضي اللي عارضين على نفسكم أنكم تتصدوا له موجود منذ أشهر، خاصة فيما يخص القضاة. علاش توا؟ علاش توا حسيتوا بممكن الأورجانس متاع تكوين اللجنة هذه؟ على خاطر صارت حاجة خطيرة برشا سيدي العزيز، صارت إعفاء قرار إعفاء أحادي معناتها تسلطي استبدادي بإعفاء 57 قاضي. نحب هنا نذكر بحاجة هامة، راهو كيف نقولوا احنا ندافعوا على استقلالية القضاء، ماناش ندافعوا على فساد القضاء، وماناش ندافعوا على قضاة عندهم شبهات متاع فساد. هذوكم عندهم فما إجراءات قانونية يلزمها تاخذ مجراها، ماهيش إجراءات، ماهيش محاكمة شعبية، هي محاكمة يلزمها تكون مؤسساتية، يلزم الناس اللي عملت، الناس اللي غلطت تتحاسب. وأنا من الناس اللي كتبت كثير في الموضوع هذا، معناتها أنا بيدي كنت منتقد ساعات المجلس الأعلى للقضاء في تعامله الموضوعي هذايا على موضوع الملفات بتاع القضاة، كأنه فما هكا نوع من القطاعية اللي كانت غالبة كانت موجودة، ولكن القطاعية ما تتغلبش بالفردانية وبالتسلط. لإجابة على سؤالك مباشرة، لأنه صار 57 قاضي، منهم على الأقل أكثر من 40 قاضي ما عندهم حتى ملف ولا يمتون إلى شبهات الفساد بصلة، وربما ذنبهم الوحيد أنهم ما تمشاوش مع السلطة القائمة في قراراتها، وهذا يمس من هيبة القضاء ويمس من استقلالية القضاء.
سي فوزي، جميل جدا الدفاع على استقلالية القضاء، جميل جدا كذلك مقاومة الخطاب نتاع الكراهية وهالهرسلة اللي تعرضوا لها القضاة سواء بصفة افتراضية ولا بصفة مباشرة، لكن بأي آلية باش تقوموا بتحقيق هالأهداف نتاع الائتلاف المدني الجديد هذا؟ بطرق سلمية سي وليد، بطرق سلمية، هي بطرق اقتراحات عملية. احنا باش نعملوا اجتماعنا الاولاني ان شاء الله الاسبوع هذايا، وفي الاجتماع هذايا ستتبلور موضوع التحركات نتاعنا وسبل التحرك والتصورات اللي ربما نفيدوها. وشوف سي وليد، تعرف شنو الاشكال الكبير اليوم في تونس؟ وهي انه ما عندناش فضاءات للديبا بوبليك، معناتها للنقاشات العامه اللي تهم المجموعه الوطنيه. هيك نحب نفرضوا احنا على الساحه العامه، على الراي العام، النقاشات الهامه على اصلاح منظومه القضاء. اصلاح منظومه القضاء ما تهمش كان الملفات نتاع الفساد نتاع القضاة، فيها جزء كبير ربما هذاك، ولكن تهم سد المرفق القضائي، تهم القضاة اللي يدخلوا للجلسات نتاعهم وعندهم 200 و300 و500 و600 ملف ويلزموا يبت فيهم في نهار، ملف تكوين القضاة، ملف عدد القضاة، ملف المرافق القضائي والمحاكم، هذا الكل راهو يهم التوانسة، راهو التوانسة بعدها مسألة القضاء مسألة هامة، مسألة التقاضي في تونس اليوم مسألة كبيرة ياسر، التوانسة عندهم كمية من التقاضي كبيرة ياسر، معناتها احنا مجتمع يتقاضى، فالعدد نتاع التقاضي وطريقة التقاضي وربما القوانين المعمول بها لابد انه يصير فيها ان ديبا بوبليك، معناتها نقاش عام، نقاش مواطني اجتماعي ما بين بعضنا الناس الكل باش نجموا نصلحوا المنظومة القضائية. نعاود ونذكر اللي السلطة القائمة ما عندهاش مشروع لإصلاح القضاء، لا الحكومة الحالية لا رئيس الدولة ما عنده مشروع لإصلاح القضاء، عندهم مشروع لحط اليد على القضاء فقط، وهذا هو الهدف نتاع الائتلاف القائم. سي فوزي، هل صار تنسيق مع الهياكل الممثلة للقضاء؟ كان معناتها قبل إعلان تأسيس التحرك المدني هذايا، وهل تعرفوا كيفاش تقبلوا إذا كان ما صارش تنسيق بطبيعة سابقا، هل تعرفوا كيفاش تقبلوا الإعلان نتاعكم؟ هو صار تنسيق، ولكني ما كنتش في الحلقه نتاع التنسيق، ولكن ريت بعض التصورات وريت بعض التفاعلات في الموضوع هذا، كانت تفاعلات ايجابيه في الغالب، واحنا فما تساؤلات في وسط الائتلاف هذايا للتعامل مع المؤسسات ولا حتى مؤسسات المجتمع المدني اللي تتعامل مع الشأن القضائي، وشيء طبيعي انه كيما كنقول لك انا باش نعملوا يلزمنا نفرضوا على الاجندا بوبليك، معناتها على الاجندا العموميه نقاش حول القضاء وحول اصلاح القضاء، بالطبيعه هذا ما نجم يكون كان مع الجمعيات ومع المؤسسات اللي تهتم بشأن القضاء في تونس، وراهو كلنا نربحوا في الموضوع هذا، وحتى الإعلام عنده دور كبير باش يلعبوا في الشيء هذا، وشكرا لكم على الاستضافة، لأنه هذا هو نحبوا نفرضوا ربما نقاش بعيد على الهجومات، بعيد على الشتم، بعيد على السبان، لا هات تتكلموا بواقعية، شأن القضاء يهمنا الناس الكل، هات نحاولوا كيفاش نحلوه مع الناس الكل، وبالطبيعه شيء طبيعي انه نتعاملوا في الشان القضائي مع الناس اللي يهمها شان القضائي الكل بما فيها حتى المواطنين العاديين. سي فوزي، كان تسمح لي نصطاد شويه في الماء العكر، كانه هذايا اللي توصف لنا فيه من بكري الكل، وصلح لي كاني غلط، كانه دور وزاره العدل. هذا كل حقها تعمل وزارة العدل، معناتها توفق بين الناس، أنها تدافع على استقلالية القضاء، أنها تقدم تصورات لإصلاح حقيقي للقضاء إلى آخره. شوف، أنا شخصيا ما عنديش ثقة في الإدارة وطريقة التعامل مع الإدارة التونسية بصفة عامة، ممثلة في وزيرة العدل ولا وزراء العدل. الشيء اللي صار هو الآتي، القضاء كان منظومة قضائية كانت تحت السلطة السياسية لمدة عقود، جاءت الثورة التونسية وحرت القضاء وأعطت نص من نصوص الاستقلالية في دستور عام 2014 من أحسن النصوص لاستقلالية القضاء اللي موجودة اليوم في التشاريع المعمول بها في العالم، ولكن مع كل أسف ما أعطتش النتيجة هذه أكلها، لأنه
لأسباب عديدة في الواقع. المجلس الأعلى قضاء ما قامش بدوره، وزارة العدل ما قامتش بدورها، حتى المجتمع المدني ما ضغطش بطريقة كبيرة باش يقول راهو القضاء حاجة هامة أكثر من الدين ومن الفصل الأولاني نتاع الدستور. معناتها هذا الكل صار هذا ولأسباب عديدة ومتعددة. هل نجم نستناو اليوم السؤال اللي تطرحه اليوم وهو يجاوب على تساؤلك أنت، وما هو شخصيات في الماء العكر بقدر ما هو تساؤل حقيقي، هل أنه إصلاح المنظومة القضائية يلزم يقع في وسط المنظومة القضائية، أو إصلاح المنظومة القضائية نجم يلزم يقع من برا من المنظومة القضائية؟ وهو سؤال عميق سيدي، وأنا الحق عندي إجابة شخصية، ولكن لن أتجرأ على الإدلاء بإجابتي الشخصية لأني تو قاعد أتكلم باسم ائتلاف اللي ربما النقاش هذا ما صارش فيه. موضوع استقلالية القضاء هو سياسي قبل ما يكون تقني. سي فوزي بن عبد الرحمن، ما تخافش كونه يتم الزج بالمعطى السياسي خاصة في الظرفية اللي احنا عايشينها، وبالتالي يصبح هالائتلاف المدني هذا يتلون بلون سياسي معين؟ شوف سي وليد، ما فماش قضية تهم الشأن العام ماهيش سياسية، ما فماش قضية القضاء بال بال بال, بال كيفاش تقول انت بنيويا هي مساله سياسيه. قضيه سوم الخبزه سياسيه، قضيه قفه الناس اللي تمشي تقضي في المرشي سياسيه، كل شيء سياسي. علاش سياسي؟ لانه السياسات العموميه هي اللي تحدد الامور هذه كلها. احنا اليوم كيف نقولوا المساله سياسيه، معناتها انت كاني انا نقرا في سؤالك انت سي وليد وصلحني كاني غلط، كاني نقرا في سؤالك اللي هل سيقع كيفاش يقولوا احنا استعمال هذه القضيه بتاع القضائيه لضرب خصوم سياسيين في الموضوع هذا. هو اولا احنا ماناش متجانسين من ناحيه سياسيه، الناس اللي في الائتلاف هذايا ماناش فرد مرجعيات سياسيه، فيها مرجعيات متعدده تلقاو على مساله واحده اللي هي مساله استقلاليه القضاء واللي المرفق القضائي واستقلاليه القضاء كسلطه سياسيه. هذايا شيء هذايا يحتاج ويستحق ويستاهل أن الناس الكل تتفق عليه. فإذا كانت تقول لي أنت فما أمور سياسية، ما بعد بطبيعة عنا خلاف مع السلطة القائمة وهو خلاف سياسي على الموضوع القضائي، ولكن سنقتصر في ردودنا على المسألة القضائية مش على مسائل سياسية أخرى. جستمان، هو السؤال في الاتجاه كونه ما تخافوش ليتم بين ظفرين الوصم، وإلا معناها تتحطوا كزي في جهة كونكم معارضة اليوم، وبالتالي انتوما مع المعارضه ضد السلطه القائمه في الظرفيه السياسيه اللي عايشتها البلاد. معني شوف العقليه المانيه هذه المانيكيزم اللي غالب على السلطه على المشهد السياسي واللي تعبر عليه انت سي وليد احسن تعبير، معناتها اذا كان انت ماكش معايا راك ضدي، بالضبط، واذا كان انت ضدي راك مع الاخوان المسلمين، وراك اذا كانك انت ضد قيس سعيد راك مع المنظومه السابقه الى اخره. هذه المانيه هذه السياسيه بعيده ياسر على الموضوع نتاعنا اللي اهم. بالطبيعه باش يقع توصيف الناس هذوما على انهم معارضه لقيس سعيد، وهي حقيقه معارضه لقيس سعيد في موضوع القضاء. خلينا نقولوها بصراحه، اي معارضه كبيره ياسر لقيس سعيد والسياسه القضائيه في موضوع القضاء. ماناش داخلين في المواضيع الاخرى، مواضيع الدستور ومواضيع الاستفتاء ومواضيع هذه الامور الكل، هذه ما دخلناش فيها. ولكن الموضوع اليوم فما معارضه لسياسات العموميه بتاع قيس سعيد ولخطابه السياسي في موضوع القضاء، شيء طبيعي. ومعارضه حاليه وستكون معارضه سلميه بوسائل سلميه، ولكن ستكون معارضه شديده ايضا. شنو تجاوبوا سي فوزي الناس اللي نجموا يقولوا لكم في اخر الامر انتم مش تزيدوا تعكروا الامور؟ يعني اليوم تو موجوده عركه بين السلطه وبين القضاء، عركه ما يخفاش عليك انها ماشيه وتستفحل عن طريق خاصه التحركات المستقبليه نتاع القضاة. اللي باش يقولوا لكم باش جيتوا انتوما ما كومش باش توفروا حلول، لكن اصطفيتوا مع جانب ضد اخر باش تزيدوا تشعلوه. شوف اخويا العزيز، هي اولا الامور متعكره، واللي يقول عكس ذلك هو اما حالم معناتها ولا ساذج والا مو غلط، معناتها كاذب. معناتها اليوم فما الامور السياسيه في تونس متعكره بشهاده جميع الاطراف الاجتماعيه والسياسيه التونسيه وبشهاده
الاجانب الكل اللي شركائنا واصدقائنا واللي يعرفونا ونعرفوهم. اليوم الوضع السياسي في تونس متعكر. علاش متعكر الوضع السياسي؟ لانه رئيس دوله قرر استعمال فصل من الدستور للسطو على السلطه، والعمليه اللي موجوده اليوم هي اغتصاب للاراده الشعبيه وما تنجمش تتوصف بغير ذلك. هو اغتصاب للاراده الشعبيه، هو يتكلم على الشعب يريد، احنا جزء من هذا الشعب الذي يريد، واحنا نريد نظام ديمقراطي، نريد نظام فيه سلطه قضائيه مستقله، نريد نظام فيه عيش مشترك وفيه قواعد للعيش المشترك وفيه عقد اعاده بناء للعقد الاشتراكي للعقد سامحني الاجتماعي اللي ما بيناتنا. الشيء السياسات العموميه اللي موجوده اليوم وسياسه رئيس الدوله هي تضرب في العمق هذا البعد، البعد التشاركي، البعد التعاقدي اللي يلزم يبدا موجود في كل بلاد. نزيدك انا معناتها تشخيص شخصي، كان ينجم الرئيس قيس سعيد يوصل الى العديد من الاشياء اللي وصل لها اليوم بنوع اخر وبسياسات اخرى، وحتى اذا كان ساعات يقول كلام صحيح ولكنه يولي كلام صحيح يراد به باطل، يراد به باطل، لانه الاراده نتاعو هي الاستحواذ على السلطه والاستحواذ على السلطه فقط. هو لا يختلف عن السابقين في الحكم اخويا العزيز اللي حبوا يحطوا يدهم على القضاء وعلى مرفق القضائي، هو كيفهم بالضبط، هو ما عملش حتى شيء مخالف للشيء اللي كانوا يعملوا فيه واللي كنا نندوا به في وقته احنا، واللي ندت به الاطراف الاجتماعيه واطراف السياسيه الكل اللي هي صادقه واللي تحب هي تبني منظومه اجتماعيه صحيحه. المساله الكبيره في تونس اليوم هي مساله عقد اجتماعي، احنا باش نبنيو عقد اجتماعي ما بين بعضنا، نحن 12 مليون واحنا مختلفين، يلزمنا نقعدوا على طاوله نتاع حوار مع بعضنا، لانه يلزمنا العقد الاجتماعي ما يلزمش يعملوا واحد وحده. والدستور بتاع البلاد التونسية هي جزء كبير برشا في العقد الاجتماعي، وإحنا نرفضه، وأنا شخصيا نرفض والناس الكل اللي عبعقلها ترفض أنه شخص واحد يحط روحه ينصب روحه، وإلا مجموعة بتاع 40 واحد ما نعرفش كيفاش تنصبوا ينصبوا رواحهم هما باش يعملوا لنا عقد اجتماعي جديد ل 12 مليون ساكن. هذا يا أخي معناتها بعيد على المنطق، بعيد على الواقع، بعيد على الفكر الإنساني الموجود اليوم في القرن 21. جزيل الشكر لك سي فوزي عبد الرحمن. اول خطوات بالنسبه لهال الائتلاف المدني قلت لي باش يكون اول اجتماع لكم في قادم الايام يبدو لي. صحيح بالضبط. دوك بعد نستناو اول تحركاتكم فيما يخص الانطلاق في تنفيذ مشروعكم. نذكر نحكيوا على ائتلاف مدني للدفاع على استقلاليه السلطه القضائيه. جزيل الشكر لواحد من الشخصيات الوطنيه الممضيه على بيان تشكيل هذا الائتلاف سي فوزي بن عبد الرحمن كان ضيفنا. شكرا لك سي فوزي. هكا نكون وصلنا لنهايه حديث الساعه لليوم. جزيل الشكر لاماني بن نصر في الاخراج، كان معنا في الديجيتال محمود الزنيدي، مروان عاشوري شكرا ليك على كل ما تفضلت به، وليد برحومه نحييكم، اسامه الحكيري في الاعداد. قابلوا غدوه ان شاء الله في نفس